الكرة السابحة. الخضرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كم الخضرة يا حاج؟ ايه يا اخويا انت عايز بكام؟ انت عندك بكام؟ يا عم ما تلعبش بس في الحاجة بس. بلا الحاجة ما نشوف الا بلاش نشوف يعني. هتشوف ايه يا اخويا؟ عايز بكام؟ دي بكام الرابطة اللي دي بكام؟ بتلاتة جنيه. تلاتة جنيه؟ ايوه يا اخويا بتلاتة جنيه. انت اول مرة تشتري ولا ايه؟ الخضرة. الخضرة دوكا. شكلك جاي تقرفني على الصبح. سبعة جنيه ونص الاتنين. خد الاتنين بعشرة. هات عشرة جنيه. معيش عشرة. انا معاك. ايه يا اخويا انت جاي ترزيني؟ ايه يا بتش يا نور رحت الدرس؟ اه بس جاي الدرس. طب تعالي اقعد يا بتش عشان انا راح اجيب شويه خضره. الخضره قلت. استنى اما اشوف الزبون. بيقول له كام؟ زبون الزفت ده كام؟ 3 جنيه. طب انا معيش الا جنيه. ماشي يا اخويا روح روح يلا الله يسهل. روح زباين فقر. حتى الزباين بقت فقر. طب ايه رايك يا بابا عشان اقعد اقعد بص تعالي اقعد يا بت مش هتاخر. ماشي 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 خلي بالك يا بت اهو كياسه اهي. طيب ما تاخريش بس. لا اقعد يا بت خلي بالك احسن حد يضايقك يا بت. لو في حاجه رني عليا. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. الخضره بكام؟ دي ب 3 ونص ودي ب 7 ونص. طيب بصي انا بدل ب 10. طيب ماشي 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 اتفضلي. السلام. لما نشوف بقى انا جمعت كام عشان ماما تفرح بيا كده. ايه ده الفلوس مش موجودة ازاي؟ انا كنت حاطة الفلوس هنا. احدي ماما هتبهدلني. احي اعمل ايه لما البيت تكون بعت الخضار ده؟ بقاش الا جني اللي كان موجود. الجو قلب معلش بقى. باتي ايه مالك؟ انا كنت عايزه اقول لك حاجه. قولي يا بنت في ايه؟ انا في واحد دلوقتي عمل لك حاجه. في واحد دلوقتي كان جاي يشتري مني حاجه تمام. اخد مني حاجات ب 10 جنيه خبتك. فبحط الحاجات دي يا خبتك. وكنت بجيب له كيسه جيت لقيت ببص على الفلوس ما لقيتهاش. خد الفلوس كلها. هو شكله ده اراد اليوم يا نورين. يا خبتك يا خبت امك فيكي. روحي يا نورين. شكله ايه بس الاول قولي. بصي يا ماما هو قصير كده شويه ماشي ولبس بنطلون وتيشيرت نفس اللون لونه لبني كده ولبس شبشب. خدهم ازاي نورين؟ وانت كانت فين عينك يا نورين؟ ازاي؟ بس ازاي انا كان عيني كانت عليه؟ جاي بقول هشوفها اعد. انا جمعت كام؟ جيت ما لقيتش فلوس ما لقيتش غير الجنيه ده. منه لله. كان اخده وخلاص بقى. انت تعبانه في ايه؟ تعبانه في ايه؟ انت كان خده وخلاص. هو جني كان بيعمل حاجه يا ماما. امشي يا نورين امشي يا نورين امشي. عكرنتيني عكرنتيني ونرفزتيني. ادي العيال واللي يسيب العيال. حول الله يا رب. هنعمل ايه بس؟ اكمل بس اللي ادفع للراجل اللي جاي ياخد مني الاقساط منين؟ حول الله يا رب. يا ريتني ما مشيت. جني صلاة النبي يا دعاء. اتغنينا يا دعاء. في ايه يا ابني؟ اتغنينا ايه؟ لقينا شغلانه حلوه. شغلانه حلوه. ايه الفلوس دول اللي اتغنيت بيهم؟ ربنا يغنيك بحلال يا رب. الشغلانه بتاعتنا بقى على جدها دعاء. 70 بس يعني شغلانه حلال حلال. 80. بصي انا لقيت بنت بره عيله صغيره خالص بتبيع خس وخضره وحاجات من دي كده. انت بعت معاها ولا ايه؟ لا بعت معاها انا سرقتها. هو ده الشغل الحلال؟ ايوه. ما احسن ما نروح نتبهدل يا دعاء ونتني طول النهار شغال وفي الاخر بيديني ال 70 80 جنيه ولا بيعملوا معانا اي حاجه. يخرب بيتك. سرقها من غير ما تشوفني. هو انت عشان سرقها من غير ما تشوفك تبقى حلال؟ ايوه. ما انا كمان بص عشان برضه تقول لك الهال. ما انا شاري دول بفلوس اعطيتها 10 جنيه وسرقتها في الاخر.
يا ولا يا ولا، ده في مثل بيقول لك ان سرقت اسرق جمل، وده مش معناه ان انا بقول لك اسرق، بس انت رايح تسرق بنت غلبانه صغيره بتجري على اكل عيشها. لا ما تبصيش لدول، دول شايلين بالعشره جنيه ده بتاعتي. ايه بس ايه؟ مسترجله اكتر منك وبتجري على اكل عيشها وتسرقها يا معفن يا نتن. هو انا ولا حرمك من حاجه ولا؟ بنقول لك ايه يا دعاء؟ مش هتحاولي تقنعيني لان انا ما صدقتها الا الشغله دي جت في دماغي. ولا يا محمد، بدل ما تروح تشتغل شغل حلال وتيجي تصرف عليا بيه، تيجي تقول لي كلمتين دول. نصرف عليك، نصرف عليك اهو، اهو فلوس اهي، فلوس اهي، اللي انت عايزه تشتري اشتري بيه اهو. وانا طبعا مش هقبل ده. مش هتقبل ايه؟ فلوس. انت مجنون ولا ايه يا محمد؟ هنقبل هان. اعوذ بالله، من يوم ما مشيت مع العيال دي وانت مش جاي خطوه لقدام. مش عاجبينك يعني؟ انا خايفه بكره الاقيك مسكين سجاير ولا. ما لا صوتك ما يعلاش عليا ابدا. شممني ريحه بقك. لا 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 لا، شممني ريحه بقك. ما توصلش كده. لا شممني ريحه بقك. ما توصلش كده. لا انت اخت اه، بس انا نمسكك نضربك. قول حاحة. حاحة ده دعاء؟ لا لا، انت كده هنجيب له ادبنا. مش عايزين شارب حاجه ولا؟ صح حاحة قال شارب حاجه ولا. بقول لك ايه، انت مش عاجبك الشغلانه دي، انا نشتغلها. خليك انت غلبانه. بقول لك ايه، ما تدخليش البيت ده هنا وانت كده. روحي نملي في الشوارع بقى. خساره تربيتي فيه الولا، واخداه لحمه حمراء قد كده، في الاخر رايح يسرق لي عيله. بدل ما يقول وانا اتبسطت وقول لي اتغنينا، قلت الولا خلى عند اشتم واقول ايه بس. الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك يا ماما. سبت له عله، سبت لي عله في قفايا. منك لله يا بعيد، منك لله. بس والله لا اجيب حقك يا بنت، والله ما هسيبه. اكيد هيجي تاني، يعني هيشتري خضره منين؟ ما هيجي هيلف ويجي تاني. والله نصبت عليها. ايه ده؟ ده البيت مشت. بس هو يجي بس. ده شكل امها اللي جت. الكيسه دي بتاعتي. اما نروح ننصب عليها كمان. النبي باني هو نفس المواصفات اللي البت قالت لي عليها. ده هو. ماشي. انا لازم اوقعك في شر اعمالك يا عبيط. السلام عليكم. ايه الخضره؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الخس بكام؟ بس يا اخويا ده من غير كيماوي ب 100 جنيه الخسار. ب 100 جنيه؟ اه. ده ريد ان شاء الله. خس عامل ازاي ده؟ خس وير من غير كيماوي. الخسالة واحدة بمية؟ ايوه. طب بصي، هما كام خسالة بعضهم؟ يجوا 10 كده يا اخويا. على ما هم، على ما هم يجوا 10؟ هتاخدهم كلهم؟ يبقى العشرة بكام؟ بألف. دي يا اخويا ايه دي؟ ايوه، ما انا لسه واخد من عندكم من شوية. والنبي انت جيت هنا واشتريت؟ اه والله. ما شاء الله، ما انا عارفة ان انت زبون. العشرة كده عاملين كام؟ كده العشرة ب 1000 جنيه يا اخويا. 1000 جنيه، انا هاخدهم على بعضهم. هتاخد كل ده؟ كله. من غير كيماوي ده وير وير. بقول لك ايه؟ دول 1500 حلال عليكي. انا خدتهم كلهم على بعض. مفيش كيسه كتير. كيسه صغيره كيسه. ايوه تاخدهم. مش والنبي الكلب اللي عمال ايه؟ الكلب اللي هناك ده مفيش كلاب. بص ما عنديش كيس، هاخدهم بقى كده على بعضهم. شيل كده يلا. ماشي. انا استنى. طب اعمل لك. لا 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 لا، زي ما هم كده. طب استنى. زي ما هم كده، مش عايز كيس ولا اي حاجه. السلام عليكم. اه يا ابن الهبله. عارف ترجع حقك يا نورين ولا تزعلي؟ وما وراك امي. عملتي معايا ايه يا ماما؟ اسكتي. ايوه يا ماما شكرا. وايه العبيط؟ خدهم من غير كيس. لا وايه؟ قلت له 1000 جنيه، هو اللي اعطاني ال 1500. الحمد لله. عشان ندفعوا الفلوس اللي علينا. مش ممكن يجي وياخدهم؟ يا ريته يجي، يا ريته يجي. اه يا حراميه يا نصابه. وليه ضحكت عليا؟ ازاي حرامه يتغفل؟ والله ما انا اللي رايح له. بابا ده جاي اهو جاي. حاج الخس بتاعك مش عاجبني. الخس بتاعك مدود، وكل ما نجرجش واحده نجرجش معاها دوده. والنبي اه ما ينفعش. مش عايز. انا عايز فلوسي. عايز ايه يا اخويا؟ عايز فلوسي يا حاج. الخس بتاعك مش عاجبني الصراحه. اسكتي بقى. ازاي خاصه ب 1000 جنيه واساسا ما فيهاش ده كلها دوده؟ لا يا بنت احنا بنرجع، بس بنرجع في الاسم. تيجي معايا على الاسم؟ انا برجع في الاسم. تعالي يا بنتي يلا. انت هتديني فلوسي ولا لا؟ يلا يا اخويا هرجع لك في الاسم. هو الخص ده ما كانش كده. ما
بقول لك ايه، انت عايز ترجعه انا هرجعه لك والله. انت زي يا ابني. طب رجعيه وهات فلوس يا حاج. ماشي هرجعه لك في الاسم يا اخويا. يلا شيل معايا. لا اسم ايه؟ شيل معايا. لا 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 خلاص يا شيل معايا. انا هاخد الخاص واخزوق وخلاص. خزوق وخلاص. ما تاخدها كلها. اه يا حرامي يا نصوب. اه ما شافش اللي هي الفلوس. بس الفلوس دي بتاعتنا. دي بتاعتي بقى مثلا. ايوه يا بنت دي بتاعتنا. خدش بقى فيها دول. يلا بينا نروح. يلا بينا. كفايه بقى كده احنا تعبنا النهارده. ايوه نقعد اسبوع اجازه. يلا يا بنت خدي الجنيه ده العبيطه اللي سابهولك. يلا. يلا يا بنت. لا حول الله يا رب. يلا الخاص 3 ب10 خاص منك لله. كان حل دلوقتي سرقت حاجه ثانيه. اليوم هتضيعها علينا على الفاضي. على ايه؟ على خاصيتين ب 100 جنيه والله ما هم جايبينهم. هو خازوق كل اللي سرقته. ازيك يا بتاع الخاص؟ بكام الخاص يا اخويا؟ ال3 ب10 خدي بس.